مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من امام الثانوية الاعدادية زياد، معروفة بكولي زياد، معروفة هذه الثانوية. شوفوا شحال ديال الامهات كيتسناو في الوليدات ديالهم تزامنا الامتحانات الثالثة إعدادي. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوتي، مشهد مؤثر حيث عديد من التلاميذ الثالثة إعدادي ينتظرون أبناءهم أمام المؤسسات التعليمية، والمشهد أمامكم على المباشر مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوتي. إذن الصورة أمامكم على المباشر، منقلب بن سيمان كيف ما ذكرت، مشهد مثير، عدد كبير من الأمهات ومن الآباء ينتظرون أبنائهم أمام مؤسسة زياد المعروفة هنا، الكل ينتظر يعني عدد كبير و كبير جدا، والمشهد امامكم على المباشر حيث العائلات كيتسناو الابناء ديالهم الوليدات ديالهم وما كيدوزو الامتحان ديال الكبار، امتحان ديال التاسعه والثالثه اعدادي، عدد كبير وكبير بالسيارات الارجل ديالهم جالسين. فمشهد مؤثر مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، والصوره أمامكم على المباشر. هكذا تبدو الأجواء حيث تلاميذ الثالثة إعدادي يجتازون الامتحان الموحد مشاهدينا الكرام. إذن الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، هكذا هي الأجواء من أمام الباب الرئيسي للثانوية الإعدادية زياد، حيث عدد كبير جدا من التلاميذ يجتازون امتحان الثالثة إعدادي، امتحان ديال الكابريام، عدد كبير وكبير من الأمهات ينتظرون أبنائهم بفارغ الصبر. الله يوفق الجميع، الله ييسر الجميع، والله ينجح الجميع، هذا هو المبتغى إن شاء الله. من أمام الثانوية الإعدادية زياد حيث عدد كبير من التلاميذ يجتازون امتحان الموحد الثالثة إعدادي بحضور آبائهم وأمهاتهم ينتظرونهم بفارغ الصبر. إذن الله ينجح الجميع، دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله.